الحوار الحوار معك. خليني أبدأ إلى نقطة أخرى. أنتم مع دولة الرئيس قبل أيام كنتم في تركيا، انفتح هذا الملف وهذا الملف انفتح كثير. الحوارات الأخيرة مع الجانب التركي التي ناقشتموها أو خذتموها بماذا تختلف عن الحوارات السابقة؟ أنطي المعلومة وهو ينطيني المعلومة، تبادل المعلومات مو كلمة. فرحنا بنفس آخر، من حكينا وياهم افتهموا، انطيتهم أرقام دقيقة وخيفة، قلت لهم أنتوا شاركونا بالنار، احنا أنتوا ناس تعتبرون بلد متحضر، تؤمنون أو تتفقون بالعرف الدولي وما تطرح المجتمع الدولي، هذه قوانين دولية مو أنا حاطها، الأمم المتحدة وضع قوانين وأسس، أنتم ما تحققون ضرر بالنسبة إلي أنا دولة مصب، وإذا كان أكو نقص يتقاسم بعدالة، نتقاسم الضرر أيضا بعدالة، فصار تفهم. والواقع كان دولة الرئيس متفهم للمشكلة بشكل كبير، لأن من فترة إحنا كنا نتحدث على هذا الموضوع ووصلت معلومات دقيقة إلى بحيث طرحها على الرئيس أردوغان بشكل واضح جدا وصريح. هناك عدة أمور بين العراق وتركيا كلها، فتحثت القناعة لدى الرئيس التركي وفعلا وافق على أن يطلق من سد أليسو من دجلة. كل مرة يوافق بس ماكو حل. لا الحل هسه أنا أجي لك. أنا الحقيقة في الاجتماع الأول مع نظيري وزير الزراعة والغابات التركي، الحقيقة هو المسؤول عن دائرة المياه هناك، عندهم DSI مؤسسة تابعة لهذه الوزارة، وزارة الزراعة والغابات، بس هذه المؤسسة هي أكبر من وزارة متمكنة جدا. فكان اللقاء قصير، أنا متعاضد، قلت لهم ما ممكن، لأن قالوا راح يصير الاجتماع الرئيسي في القاعة الرئيسية ويا سيد أردوغان، يعني المتقابل بين الوفدين. فقلت لهم أنا ما يعني أشعر بامتعاض، فجوز وراء يعني دقائق قالوا لي اتفقنا أنه باكر يوم بعد هذا الاجتماع يكون لك اجتماع خاص ويا وزير الغابات في مركز الوزارة ونحكي. فهذا الاجتماع أسس اجتماع آخر كان بحديث آخر. هذا الاجتماع طبعا تحددت الإطلاق من دجلة، بس من طلب مني الرئيس التركي أنا الداخل، طلبت أيضا أن يكون من الفرات وأن لا نكتفي بدجلة، وطلبت أيضا أن يعرفون أننا فاتتنا فرص لازم ينطلنا الوقت لإعادة نظرتنا باتجاه تغيير الأنظمة اللي إحنا بيها. شافونا جديين سواء كان دولة رئيس الوزراء أو أنا، لأن دولة رئيس الوزراء أو عصدي وزارة الزراعة أن يصير إلزام أنه ما تنطي للمزارع اللي ما يستخدم التقنيات الحديثة الأسمدة والبذور وتسهل، هذول يسهلهم أكثر، تعطيهم قروض للاستيراد. فأكو توجه للدولة، يعني أفهم نعم، ما أعرف إذا أنا أفهم الصح، أنه في هذا اللقاء الذي أنت تعتبره متميزا، بأنكم هذه المرة عندما ناقشتم الجانب التركي، الجانب التركي بدأ له واضحا أنك وإنكم لديكم كل المعلومات حسن النية، وبذلك لا يمكن خداعكم. لا طبعا ولا هذا صح، وهم دركوا هاي الموضوع طبعا، قالوا هذا صح. لا قال لي يعني، قالوا لي هم بشكل صريح أي. قالوا احنا وياك ما نقدر، الحقيقة انا مو ما يقدرون يتكلمون عليك. لا قالوا احنا لان انا جاوبهم على كل نقطة، من اقول له انا هسه عندك خزين في أتاتورك يصل حوالي 64 مليار متر مكعب، منها خزين ميت حوالي بحدود ال 40 إلى 47 مليار والباقي حي، يفتهمها يقول لي صح، ما يقدر يقول لي كذب. أعطينا من الميت. الميت ما يقدر ينطينا، لأن هو شنو، شوف إن النقطة اللي صار عليها نقاش طويل هو على الفرات، هم يقول إحنا ما نمتلك طاقة، إحنا نريد المي حتى نولي الطاقة، راح نعطيك إياه بس نعطيك إياه عد ما أحتاج الطاقة، أنت كهرباء بي. هسه قد حجم الإطلاقات المتوقعة؟ هسه الإطلاقات من دجلة
تتجاوز ال 400 الى 440 متر مكعب بالثانيه. كانوا هذا كانوا 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 يطلقون بحدود ال 200 هسه ضعفت.